وادي يا سيدي الأمثلة. لو انت ماشي يوم بحارة واللي قدامك عطل بتشتمه بمليون عبارة ومن عصبية بتتهزل، لكن لو انت في موقف وبتبقى عايزه يعذرك يجي يواسيك ويزق فيك وفي النهاية يطرك، واللي معدي بتشتمه ولو قدرت بترجمه ازاي يعدي من قصاد عربية سيادة حضرتك. لكن لو انت عالطريق ماشي بخطوة مدلعة بتبقى مستغرب قوي الناس دي ليه متغربة. حبك عليا خليه عليك، حب لي يا اخي اللي انت حبه ليه، حد مسها او حتى اتكلم عنها بتعدم العافية يا شيخ عشان تجيب لها حقها. بس الحقيقة مش كده، انت اللي فيك المشكلة دايم تدان، حكمة زمان قالوها ولسه مكملة. اتبهدلت وفشولت بايديها حياتها اتقلبت.